بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وجالنا تشكيل النادي الاهلي لمباراه مصر امين النهارده. هيبقى علي لطفي في حراسه المرمى، ناحيه اليمين رامي ربيعه، ناحيه الشمال احمد نبيل كوكا، والاثنين المساكين هيبقوا او الاثنين اللي في قلبي الدفاع ياسر ابراهيم وسعد سمير. بيلعب اثنين قدامهم راجعين من الاصابه، يمكن حمدي فتحي رجع من الاصابه فتره لعب حاجه بسيطه، ولكن جنبه هيبقى محمود متولي اللي هيلعب النهارده اول مباراه ليه بعد غياب كبير جدا 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 بسبب اصابه الرباط الصليبي. يبقى حمدي فتحي ومحمود متولي هيلعبوا خط وسط مدافع او ديفندر، وثلاثه ثلاثي خط الوسط الامامي وخط الهجوم. محمود كهربا ناحيه اليمين، وليد مصطفى وده ناشئ في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي ناحيه الشمال، قدامهم او في قلب وليد سليمان، وقدامهم مروان محسن. هنقولها مره ثانيه: علي لطفي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين رامي ربيعه، ناحيه الشمال احمد نبيل كوكا، والاثنين اللي في القلب ياسر ابراهيم وسعد سمير. بيلعب قدامهم خط وسط مدافع حمدي فتحي ومحمود متولي، بيلعب ثلاثي الوسط الامامي والهجوم محمود كهربا ناحيه اليمين، وليد مصطفى ناحيه الشمال، في القلب وليد سليمان يعني بيقوم بدور صانع الالعاب زي قفشه كده، وقدام مروان محسن. كابتن عادل، قبل ما نتكلم في الماتش النهارده وتشكيل النادي الاهلي، كنت عايز اتكلم على الفتره اللي